أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء ماثيو تولر حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتقديم الدعم اللازم لليمن ليمكنها من تجاوز المرحلة الراهنة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بصنعاء بوزير الزراعة والري المهندس فريد مجور، وناقش اللقاء المواضيع المتصلة بالدعم الأمريكي القائم والمستقبلي لليمن خصوصا في المجال الزراعي. اللقاء الذي تطرق إلى الدعم الأمريكي لمسارات التنمية الزراعية في اليمن خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ برنامج ضخ المياه باستخدام الطاقة الشمسية، ناقش أيضا دعم جهود مكافحة الآفات النباتية وتنفيذ حملات الترصد الوبائي للأمراض الحيوانية ودعم الأنشطة الزراعية في اليمن.